السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معاكم أحمد رأفت. النهاردة هنبدأ أول درس من سلسلة فيرتشوال لابس. تعالوا نشوف هنتكلم النهاردة عن إيه. أول حاجة هنتكلم عن أوفر فيو على الميني كورس عامة، يعني ده مش كورس كام، يعني مش كورس كبير، يعني الكورس ده مثلا قول في حدود 10 فيديوهات. كل فيديو مش هيزيد عن نص ساعة، ساعة إلا ربع، حسب ما تقتضي الحاجة يعني. تاني حاجة هنتكلم عن الكورس ده بيهدف لمين، يعني مين المطالب اللي هو يشوف الكورس ده أو اللي هيفيده الكورس ده. طيب تالت حاجة هنتكلم عن الخطة اللي احنا هنمشي عليها في الكورس ده. فمبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة الكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه لأي واحد بيدرس شبكات، أي واحد بيدرس نتورك، سواء مثلا سيسكو، سواء سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، فويس سكيورتي، سواء في مستوى او ليفل السي سي ان بي او حتى مستوى السي سي اي اي. الكورس ده احنا يعني بنتكلم عن ازاي تعمل ايميوليشن لأي نتورك ديفايس. توفر عليك طبعا تكاليف كتير جدا، توفر عليك مجهود. طبعا انت قدامك مثلا لو انت بتدرس سي سي ان نتورك سويتشنج، قدامك حاجه من اتنين، اما انك انت تعمل التريننج بروسيس بتاعك او خطه التدريب بتاعتك على راوترات وسويتشات انت بتشتريها، مثلا تجيب لك راوتر 28 سي 28 سويتش مثلا 26 90 ايا كان، او اما انك تتدرب على احد برامج المحاكاه، البرامج اللي هي تقدر تبني لك نتورك وهميه. تعالوا نتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا. يعني انت دلوقتي يا احمد بتقول لنا في النتورك، اما اجي ادرس النتورك قدامي طريق من اتنين، اما اني اشتري مثلا، لو انا بتكلم مثلا واحد بيدرس سي سي ان راوتنج سويتشنج، اما اني اشتري راوترات وسويتشات واتدرب عليها عملي، او اني اتدرب على احد البرامج زي مثلا عندي باكيت تريسر، زي مثلا عندي جينيسيس 3، نت سيمبوزون، برامج كتير والحمد لله موجودة يعني. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين، ايه اللي احسن لي؟ التارجت بتاعك ايه؟ التارجت بتاعك انك تتدرب عمليا على انشاء نتورك، سواء على مستوى الراوتنج سويتشنج انفراستراكشر، او على مستوى السكيورتي او الفويس، ايا كان التراك اللي انت بتدرس فيه. فانت لازم تتعلم، انت بتتدرب دلوقتي على انك تنشئ شبكة. اوكي، طيب انشاء الشبكة ده هل هو متطلب منك اللي انت تبقى مرزوع كده قدام الاجهزه وتقعد توصل بالكابلات ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ تعال نتكلم ان المطالب منك فقط انك ازاي تعرف تعمل الكونفجريشن، ازاي تقدر تجيب يعني تجيب البيست سوليوشن بتاعك، ازاي تقدر تعمل تصمم الدياجرام بتاعتك. فبنيجي بنتكلم ان انت دلوقتي الناس اللي بتقول ايه، انا دلوقتي افضل لي اني اجيب سويتش وراوتر واتدرب عليهم عملي، ولا اني اتدرب مثلا على الجي ان اس 3. انا بفضل ان انت في المرحله الاولى وحتى في المراحل المتقدمه بتاعتك انت احسن لك طبعا جي ان اس 3، او احسن لك الايميوليشن عامه. ليه؟ بيوفر لك مجهود، بيوفر لك تكلفه. تالت حاجه، انت اصلا لما تيجي تشتغل مهندس شبكات، فانت خصوصا لو انت مثلا ايه بتشتغل في نتورك، في شركه نتورك سوليوشنز، شركه بتعمل شغل نتورك لاي شركه انتربرايز، اي شركه انتربرايز، فانت مثلا لو انت نزلت سايت مثلا مع شركه بتتعامل معاها، فقالوا يا باشمهندس احنا عندنا والله النهارده سيستم الفويس عندنا واقع، سيرفر سي سي ام في مشكله، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانت بتنزل بتعمل ايه؟ انت كل اللي انت بتعمله عشان تخش على الجهاز اللي فيه المشكله، انت بتعمل بتدخل عليه كونسول او بتخش عليه تيرنت او اس اس اتش، والحوار بينتهي معاك ان انت بتفتح لك ويندو قدام اللاب بتاعك انت بتعمل شغلك كلها عليها. فانت الجينيس 3 بيوفر لك الموضوع ده. فقط الحاجه اللي هتكون ناقصاك ان انت جهازك نفسه مش موجود قدامك، فدي انا شايفها حاجه مش هتاثر قوي في الناحيه التدريبيه والمهاريه بتاعتك. اوكي، احنا هدفنا في الكورس ده ان احنا نبني على قد ما نقدر، او نستفاد على قد ما نقدر من الايميوليشن تكنولوجي. هنسطب مثلا، هنشتغل على الفي ام وير، هنتعلم ازاي نعمل في ام مايا، سطب ويندوز سيرفر. تعالى مثلا نتكلم ان احنا ازاي نعمل ايميوليشن للسويتشات، كانت مشكله جامده جدا ان انت دلوقتي لما تيجي تخلص سي سي ان نتورك سويتشنج ومثلا بتتدرب على الباكيت تريسر، تطلع للسي سي ان بي الباكيت تريسر ما ياكلش معاك عيش، فانت تضطر تنقل على الجي ان اس 3 عشان الجي ان اس 3 بيعمل لك ايميوليشن للراوتنج بصفه كامله حتى لمستوى السي سي اي، ولكن بتواجه مشكله في السويتشات. هعمل السويتشات منين؟ اعملها ازاي؟ طب انا كده هضطر اشتري سويتشات او اجر لابات اونلاين من بره.
لا جينيسيس حلت لك المشكله دي، سيسكو حلت لك المشكله دي بالاي او يو، فدي برضو هنتعلم ان شاء الله ازاي نشتغل عليها ونطبقها. هنتعلم برضو ازاي نشتغل على جرافيك يوزر انترفيس، ازاي نعمل اكسس على راوتر او فاير وول سيسكو الاي اس اي فاير وول، ازاي نعمل عليه جي يو اي اكسس سواء بالسي سي بي لو انت عايز تخش على راوتر جي يو اي، او سواء بالاي اس دي ام لو انت عايز تخش على فاير وول سيسكو جي يو اي. هنتعلم ازاي مثلا نسطب السي يو سي ام، سي يو سي ام سيرفر اللي انت بتشتغل عليه في السي سي ان اي فويس، وطبعا السي سي بي اللي انا لسه قايله من شويه ده برضو هيقابلك، يعني هتشتغل عليه في السي سي ان اي سكيورتي وهتشتغل عليه برضو في السي سي ان اي فويس، يعني هتقابله هتقابلك هتقابل البرنامج ده في التراكين. فبسم الله الرحمن الرحيم، نستعين بالله، وان شاء الله باذن الله الكورس يعجبكم. فقط طالب منكم بس حاجه واحده، الهمه يا رجاله، يعني ان شاء الله انا محتاج بقى ايه الشغل الجد بقى معانا ان شاء الله. واي سؤال تقدروا تبعتوا لي على الفيسبوك، وانا ان شاء الله في الفيو او في الديسكربشن بتاع الفيديو هحط اللينك الفيسبوك بتاعي، كذلك لينك جروب يور جايد تو نتورك تحط عليه الاسئله اللي انت عايزها، وانا تحت امركم ان شاء الله. انا خلصت الانترودكشن، اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع الفي ام وير ورك ستيشن 10، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.